الجيش التونسي غير مرتاح للوضع الحالي، هكذا وصفت مجلة إيكونومست الوضع في مهد الربيع العربي ونقطة انطلاق شرارته الأولى. ترجع المجلة البريطانية سبب انزعاج الجيش من الرئيس قيس سعيد إلى القرارات التي اتخذها منذ أشهر، بداية من تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة، مرورا بملاحقة المعارضين، وأخيرا حل المجلس الأعلى للقضاء الذي وصفه القضاة بأنه تعد على السلطة القضائية، فيما اعتبره حقوقيون أيضا أنه أنهى أي مظهر من مظاهر استقلال القضاء. فالمجلة ترى في تقريرها أن سعيد يواجه حاليا غضبا شعبيا بعد تفكيكه معظم مؤسسات الدولة المنتخبة واستهدافه بشكل ممنهج للعملية الديمقراطية والحريات. وبينما يمضي سعيد في قراراته دون تشاور أو مراجعة، أبدت المجلة استغرابها من عدم تشكل جبهة موحدة لمواجهة إجراءات الرئيس، عازية ذلك إلى الانقسام الأيديولوجي خلال العقد الماضي وضعف منظمات المجتمع المدني. ومع مرور الأيام تتراجع شعبية قيس سعيد، بل إن عددا من الساسة الذين دعموا خطواته للاستيلاء على السلطة بحسب وصف المجلة باتوا يصفون تحركه بالانقلاب. وتطرقت المجلة إلى استطلاع أجراه مركز إنسايت تي أن، خالص إلى أن الغالبية تعتقد أن ما قام به الرئيس سعيد كان انقلابا وأنهم خائفون على الديمقراطية في بلادهم. ويرى مراقبون أن قرارات الرئيس سعيد الحالية قد تعيد البلاد إلى حقبة استبدادية جديدة، ربما تكون أكثر قسوة من تلك التي خرج عليها الشعب في 2010.